كل يوم عندنا خيار بالأشياء اللي ممكن نسويها. اليوم خلونا نتصل بصديق. كلنا نقوم الصبح بكسل وإرهاق من قلة النوم، وأكثرنا أول ما نقوم نشوف التليفون. تخيل تقوم وتحصل رسالة من شخص، رسالة ترسم ابتسامة في وجهك، رسالة تحمسك لليوم، رسالة شخصية لك تتمنى لك يوم سعيد. خلونا نرسل رسالات تحفيزية ونملأ يومنا بالإيجابية. وخلي رمضان هذه السنة غير. خلال شهر رمضان ينصح بالابتعاد عن بعض أنواع الفواكه على وجبة السحور مثل الموز لأنها تسبب العطش. رمضان كريم.